يعني حقيقة هي كانت يعني الوصف المناسب إنها مجزرة، يعني مجزرة أمريكية للمصارف العراقية، يعني 14 مصرف تندرج تحت طائلة العقوبات يمنعونها من التعامل في الدولار في هذا الوقت اللي العراق يعني هو يفترض يمارس عملية انضباط التعاملات المالية وفق المعايير الدولية، وأقصد وجود المنصة الإلكترونية في عملية الحوالات المالية المرتبطة بالدولار. السؤال هنا نقول وين كانت الإدارة السابقة والقبلها والإدارة الحالية للبنك المركزي، وين كانت من عملية ضبط ضبط يعني عملية عمل هذه المصارف وأيضا الرقابة عليها وتطويرها ودفعها باتجاه أن تعمل وفق المعايير الدولية تحسبا لهذا المشهد الآن اللي إحنا قاعد نعيشه؟ وبالتالي هذه العقوبات على هذه المصارف اللي هي أصلا بالمناسبة هاي المصارف هي تعمل من زمن طويل. نعم. الإدارة الآن، الإدارة الحالية للبنك المركزي التي أزاحت المشكلة، قالت هذه العقوبات نتيجة تدقيقات لل 2022. طيب ما هم بال 2022 نفس الطاقم، نفس الإدارة من المدراء العامين، الرقابة، الصيرفة، غسيل الأموال، العمليات، هذه داخل البنك المركزي، هذه المديريات العامة هي جميعها تشرف كانت على هذه المصارف، وين كانت؟ والآن هي أيضا وين كانت عن عملية مراقبة هذه البنوك وتصحيحها؟ هسه احنا ما نقول معاقبتها أو إقفالها، لا، تصحيح عملها، توجيه الإنذارات، يعني تطوير كوادرها، نصائح، يعني البنك المركزي مسؤول عن عملية ضبط إيقاع هذه المصارف العاملة. طيب. في العراق، لكن للأسف احنا اللي شاهدناه يعني بصراحة أنا أقول لك هذه مجزرة مجزرة بحق المصارف. طيب أستاذ حليم، يعني ما حصل من إجراءات بالنسبة للمصارف العراقية؟ نعم.